ماذا نعلم عن الانفجار الأخير في الساعة الأخيرة في لبنان؟ ما نعلمه أن هناك الأرقام تتراوح بين عشرات إلى مئات الإصابات. الحديث يدور عن مستودع للمفرقعات في لبنان. المفرقعات تأخذ بعدا مختلف، لا ندري هل هي مفرقعات أم هي ذخيرة. حتى الآن لا معلومات أكيدة ورسمية، ولكن حتى وإن كان الأمر يتعلق بمفرقعات فهو يأخذ منحى آخر في ظل التوتر الحاصل على الصعيدين الداخلي والخارجي. الداخلي في ظل الأزمة السياسية بين حزب الله و وخصومي السياسيين، أزمة تصاعدت بسبب التوتر بين إسرائيل وبين حزب الله. توتر جعل اللبنانيين يخافون من أنه قد يجر لبنان إلى مواجهة عسكرية لا يرغب بها في هذه المرحلة، لا يرغب بها بتاتا. وبالإضافة بطبيعة الحال تضاف كل هذه التطورات إلى استقالة الوزير حتى والذي وزير الخارجية الذي تحدث عن ما وصفه بالدولة المتهاوية، الدولة الفاشلة. وفي يعني هذا الانفجار يعكس هذا الفشل، سواء كان الانفجار عرضي ناتج عن حادث عابر أو كان بالفعل عن مخزن. الانفجار يعني أيضا بالقرب من منزل رئيس الوزراء علي. بالقرب من منزل رئيس الوزراء، لذلك كل أمر كل تطور في لبنان يأخذ أكثر من منحة. لذلك أنا كما قلت حتى وإن كان الانفجار عرضي فهو يعكس هذا الفشل للدولة اللبنانية التي تحدث عنها الوزير. هو تحدث عن دولة مترهلة، عن دولة مهترئة، وهذه الأمور تحدث فقط في دول بالفعل تعاني من سوء الإدارة، تعاني من المحاصصة المشهورة بين الأحزاب في لبنان. محاصصة كانت يعني تأتي على حساب المواطن، على حساب الإدارة السليمة. ونرى ما يحدث، يعني كل انفجار كهذا يعني يجعل اللبنانيين يعتقدون أكثر أن لديهم إدارة فاشلة وحكومة فاشلة. ولكن أنا لا أنتمي، يعني أنا أقول أن الحكومات في لبنان كانت فاشلة. لا يمكن حصر الفشل الحالي في لبنان بحكومة حسان دياب وهي لم تعمر أكثر من عدة أشهر بليغ. نعم، يعني تحدثت عن الغضب الموجود في الشارع اللبناني. نحن نعلم أن كان هناك محاولة لاقتحام وزارة الطاقة يعني في الأمس. كيف يعني يتلقى اللبنانيون هذه الأمور خصوصا يعني في ظل الانقطاع في الكهرباء؟ نعم، انقطاع كهرباء يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة خاصة موجة حر لم يسبق لها مثيل. ولكن هذا الحر وهذه الموجة ستكون ثانوية وضعيفة مقارنة بموجة الحر السياسي التي قد تعصف بلبنان يوم الجمعة. أنت أشرت في مقدمتك أن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري سيحضر جلسة المحاكمة إن تم بالفعل النطق بالحكم. وأشارت المحكمة إلى المشتبه بهم منذ اللحظة الأولى وهم مقربون من حزب الله أو عناصر في حزب الله، رغم أن الحزب ينفي أي علاقة له بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. هو يقول أن المحكمة مسيسة وتهدف إلى ضرب الحزب. هذه المحكمة عمليا هذا عملية الاغتيال التي أدت إلى انسحاب القوات السورية من لبنان. فقد حزب الله حليفا له داخل الأراضي اللبنانية. إذا ما تم النطق بالحكم وأدين أشخاص محسوبون على حزب الله، باعتقادي ما نشهده اليوم في لبنان سيكون مجرد بروفا، مجرد يعني مراجعة عامة أمام أحداث يعني لا أحد يريد أن يشاهدها إلا أعداء لبنان في الأراضي اللبنانية. نعم، ستبقى معي علي، ولكن نريد أن نتوجه إلى الحدود مع لبنان وسوريا أيضا، حيث يتواجد مراسلنا أدهم حبيب الله. أدهم، أيضا لديك ما تضيف حول هذا الحادث في لبنان؟ نعم بليغ، إذا كما يتم الحديث في الاستوديو مع علي واكد، يعني بالطبع هذه الحادثة الآن هناك معلومات والحديث عن مئات الجرحى حتى هذه اللحظة. بالطبع هناك تصريح أولي من قبل حزب الله لقناة الميادين حيث صرح أن هذا الانفجار نابع فقط عن وجود بنزين، ولربما أيضا هناك مواد تتعلق بالمفرقعات وليس ناجم عن أي عملية مستهدفة في هذه اللحظة. هناك أيضا أنباء تتحدث
تتحدث عن وجود سهل الحريري بالقرب من تلك المنطقة لاجتماع مع قائد الأركان في الجيش اللبناني وعدد من الشخصيات اللبنانية، ولذلك يعني كل الأمور تترابط في هذه المرحلة، إن كان ذلك في الحادثة نفسها وأيضا فيما يتعلق أيضا بالتوتر السياسي والاقتصادي داخل لبنان بالطبع، والتوتر على الحدود ما بين إسرائيل وحزب الله، ولذلك كل هذه القضية لربما قد تشكل في هذه المرحلة حالة من الضغط والرأي العام، علما أن حكومة حسان دياب في هذه المرحلة تواجه العديد من الأزمات، علما أن هذه الحادثة لربما قد تسكب البنزين على المسألة السياسية والاقتصادية وتداعياتها، وكما تحدثتم أيضا أن هذه الحادثة تتزامن أيضا مع إعلان المحكمة الدولية يوم الجمعة المقبل في قضية مقتل الحريري، وبالطبع يعني لربما هذه الأمور قد تؤثر وبشكل سلبي على تداعيات الشارع، علما أن أيضا استقالة وزير الخارجية حتي في هذه المرحلة وتصريحاتها الأخيرة أيضا قد تؤجج الشارع اللبناني، علما أن هذه الحادثة يعني تتزامن كما قلت مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخل لبنان. ونحن نتحدث عن الجبهة الشمالية، نتحدث عن الحدود الجنوبية بالنسبة للبنان مع إسرائيل وحالة التأهب هناك إذا كان هناك أي رد إسرائيلي. في هذه اللحظة يعني نسمع هناك تصريحات من قبل وسائل إعلام أولية التي تعتقد أن هذا الحادث يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مصدر يحدد ما هي خلفية هذا الحادث، ولكن على ما يبدو أن هذا الموقع أو هذا المخزن الواقع بالقرب من منطقة معينة أو مرفأ في بيروت ناتج عن مواد ربما تتعلق في هذه المرحلة عن مواد مفرقعات كما يتحدثون في لبنان، ولكن بالطبع لربما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية قد يكون لذلك تداعيات خلال الأيام القريبة. نعم أدم، شكرا لك، كنت معي من الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا، شكرا على هذه المداخلة. علي نعود إليك، إذا يعني كان هناك أيضا يعني في الأونة في الدقائق الأخيرة تعزيز للجيش اللبناني على خلفية هذه الحادثة، ماذا يقول هذا عن الصورة ككل؟ هذا طبيعي أن تهرع إلى المكان القوات الأمنية، لا أحد يريد أن تصاحب هذه الانفجارات مشاهد لمحتجين يأتون إلى المنطقة أو لأقارب المصابين، لأنه لا أحد يدري هل هذا هو الانفجار النهائي من الناحية التقنية، لأننا لا ندري ما هي المواد التي انفجرت، حتى وإن كانت مفرقعات نحن نتحدث عن مواد كيماوية يمكن لها أن تؤدي إلى مزيد من الانفجارات، ولكن هذا يعكس حالة الترقب والتوتر الشديدين التي تسود الشارع اللبناني، التي تسود السلطة في لبنان، والخوف من استغلال هذه الحادثة لأغراض سياسية، وكل هذا يعكس أن البلد بالفعل يجلس على حافة الانفجار في أي لحظة. يعني هذا الذي كان ينقص اللبنانيون الآن، أزمة طاقة، أزمة كهرباء، أزمة سياسية، إفلاس اقتصادي، ويأتي هذا الحدث مع الحديث عن عشرات وربما مئات الإصابات بسببه. يعني أنا أعتقد أن نعيش أجواء، رغم أن لبنان عاشت حرب أهلية ولا يمكن مقارنة أي شيء بالحرب الأهلية التي عاشها لبنان منذ منتصف السبعينات وحتى أواخر الثمانينات. علي نعم، أردت يعني أشير إلى ما قاله أدم وأيضا إلى ما تطرقت عليه في السابق حول يعني العلاقة لحزب الله مع كل هذه الأمور التي تحدث، أيضا يعني يقول هناك محللون أن هناك رسالة وكأنها من قبل حزب الله للولايات المتحدة على خلفية التعيين السريع لشربل وهبي مكان وزير الخارجية بالتحديد. يعني ميشيل عون وحسان دياب لم يرغبا بأن يكون هناك فراغ يستغل هذا الفراغ من قبل المعارضة لتتحدث عن تهاوي الحكومة، تهاوي الدولة، عن فراغ سياسي، ولكي لا تكون هناك تداعيات أكثر من التداعيات. ولكن حتى خلال استقالته ترك بعض الأمور، هو تحدث على وزن شاهد من قومه، تحدث عن دولة متهاوية، عن قرارات لا تتخذ، عن انعدام رؤية، وهذا ليس خصمه، وكان شريك في الحكومة، كان وزير أساسي في الحكومة، وتعلم الحكومة اللبنانية الحالية ويعلم الرئيس أن هناك جهات خارجية وداخلية تتربص بالتشكيلة القيادية الحالية في لبنان، الولايات المتحدة، إسرائيل وفرنسا ودول وبعض دول الخليج. رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري اتجه إلى موقع الانفجار. نعم، وداخليا كل خصوم الحكومة من تيار المستقبل الذي سيكون يومه الكبير يوم الجمعة في حال يعني
في حال قررت المحكمة أنه تم إنزال رفيق الحريري بقوة الاغتيال في العام 2005، بمعنى أن الأمور تتجه حزب الله الآن في ضائقة. أنا يعني حتى في الحرب في العام 2006 لم يكن في هذه الضائقة، لأنه كان على الجبهة كان يقاتل، وكان هناك فريقان، فريق معه وفريق ضده. الآن حتى الجهات التي هي تدعم حزب الله بدأت تنحصر، يعني الأصوات التي نسمعها هي سوري الحكومة السورية وإيران بالأساس. ونعرف أن إيران خاضعة للعقوبات، سوريا خاضعة لحرب أهلية، وحتى حلفائي في الداخل من التيار الوطني الحر ميشيل عون وما إلى، وحتى حركة أمل، دعمهم للحزب يبدو صوته خفت في الأسابيع الأخيرة. والصوت الذي يطالب بتحييد لبنان عن سياسات المحاور، بمعنى خروج حزب الله من الورطة من الأزمة السورية ودوره في سوريا، رغم أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أكد أن كل هذه الضغوط لن تؤتي أكلها ولن يرضخ الحزب لهذه المطالب. مجددا نعود للحديث عن 1701، عن نزع سلاح حزب الله. وباعتقادي الضغط على حزب الله انظر بليغ في الأشهر الأخيرة، كان هناك مزيد من الدول التي وضعت الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية، دول من جنوب أمريكا وألمانيا والمملكة المتحدة، وخناق اقتصادي على الحزب، وإسرائيل تستهدف عناصر الحزب في سوريا. قد يكون استهداف إسرائيل لعناصر الحزب في سوريا هو صدفة، ولكنه الحزب موجود في سوريا، بمعنى كل الطرق وكل التطورات تتجه باتجاه تشديد الخناق عن الحزب. وهذا الخناق باعتقادي ستكون هناك محاولة لإغلاقه ولإتمامه يوم الجمعة إذا ما أدين الحزب بضلوعه في اغتيال رفيق الحريري. نعم، وسنتابع طبعا آخر التطورات في لبنان في الساعات القريبة والأيام القريبة. علي، شكرا لك على هذه المداخلة.